في بورسعيد وتحديداً في 12 إبريل 1919 اتولد طفل إيطالي اسمه إيتوري موسكاتيلي. كبر وتربى في بورسعيد وبقى حارس مرمى مشهور محلياً وانضم الفريق فيرتوس، فريق ضمن فرق أجنبية كتير في مصر في الفترة دي. مسيرة كانت لسه في بدايتها وبتنبئ بحارس واعد، لكن الاحتلال البريطاني كان ليه رأي تاني مع بداية الحرب العالمية التانية، وبخطوة استباقية منهم قرروا القبض على الإيطاليين اللي موجودين في مصر، خطوة متوقعة بالنظر لكون إيطاليا ضمن دول المحور مقابل وجود بريطانيا ضمن الحلفاء. 5 سنين من 1939 والحد 1944 تواجد موسكاتيلي في السجن فيهم، والحد ما خرج الحارس الإيطالي أخيراً عشان يقرر العودة لمدينته بورسعيد. خلال فترة الاعتقال موسكاتيلي ما بعدش عن الكورة، كان بيلعبها بشكل دوري مع المعتقلين في معسكر فايد المحتجز فيه، وأول ما رجع لبورسعيد رجع لممارسة الكورة بشكل احترافي مباشرة، لكن المرة دي انضم للنادي المصري. 4 سنين حقق فيهم دوري منطقة القنال 4 مرات، وخسر نهائي كاس مصر مرتين قبل ما يعلن اعتزاله، وتبدأ هنا قصة جديدة، قصة بطولته الأساسية. هواية موسكاتيلي الأساسية كانت التصوير، عشان كده عمل كمراسل صحفي لصحيفة لا جورنال دي جيبت، وفي نفس الوقت فتح استوديو تصوير خاص بيه وسماه فوتوليدو موسكاتيلي. استمر موسكاتيلي في حياته الهادية في بورسعيد لحد ما الاحتلال تاني كان ليه رأي تاني. الحرب اندلعت من جديد في 1956 بسبب تأميم القنال. الجاليات الأجنبية قررت الهجرة لبلادها، أو على الأقل المتابعة من بعيد لبعيد، لكن موسكاتيلي اللي جرب مساوئ الاعتقال قرر يكون طرف في الحرب بجانب المصريين، ولأن المراسل سلاحه كاميرتو داوم على تصوير أثار الحرب والدمار في بورسعيد بسبب العدوان الثلاثي، وسجل بطولات أهلها وكمان معاناتهم نتيجة العدوان، وسافر بيها لأوروبا عشان يفضح أعمال الاحتلال، لحد ما صدر قرار الأمم المتحدة بإجبار المعتدين على الانسحاب وانتصار الإرادة المصرية. وبعد انتهاء الحرب كانت المكافأة من مصر للحارس الوفي، قررت الحكومة تعيينه المصور الرسمي لمحافظة بورسعيد، وكان بيسجل بعدساته سنوياً احتفالات مصر بعيد النصر في بورسعيد بحضور الرئيس جمال عبد الناصر. مش كده وبس، لكن في سنة 1966 وبمناسبة مرور 10 سنوات على العدوان الثلاثي أصدرت مصر كتاب تذكاري بصوره اللي بعضها كسب جوائز عالمية. الصور دي لسه بتتعرض لحد دلوقتي في متحف بورسعيد الحربي. عطاء موسكاتيلي لمصر ما خلصش هنا، لأنه أخيراً أهدى مصر واحد من أشهر حراسها في الستينيات. شالوا ألدو جابوا شهيد. الجملة الشهيرة جداً دي كانت بتتقال لألدو ستيلا حارس المصري والزمالك السابق، وألدو ستيلا يبقى ابن أخت إيتوري موسكاتيلي. موسكاتيلي ما حصلش أبداً على جنسية مصر، لكن بما قدمه لمصر وحصل عليه منها هتفضل دايما علاقته هو وأحفاده من بعده قصة جميلة مع المصريين.